طبعا ده منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مدينة الباجور، وطبعا بفضل توجيهات معالي اللواء إبراهيم أبو ليمون بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. تم افتتاح في الباجور 3 منافذ، وجاري افتتاح منفذ آخر في الميدان بأمر الله. طبعا الأسعار زي ما حضراتكم شايفين الإقبال المواطنين على الأسعار، لأن بالفعل في يعني فرق في الأسعار فعلي في المنافذ بتاعتنا، وكمان بيتم توفير أرز مدعم وزيت مدعم بالتنسيق مع التموين مع الإدارة العامة للتموين في المحافظة. تم الإعلان عن المنافذ في المدينة، وطبعا المنافذ دي مستمرة لغاية بداية شهر رمضان بأمر الله، لأول شهر رمضان. بناء برضو على توجيهات مع الوزير سيتم يعني تزويد المنافذ مساحة، وأيضا دعمها بالسلع سواء رز سواء سكر سواء زيت بأسعار مخفضة بأمر الله. هيتم عمل منافذ في الوحدات المحلية. بالفعل عندنا 8 وحدات محلية فيها منافذ لبيع الأسعار لبيع المنافذ لبيع المواد الغذائية بسرعة مخفضة، وبرضه بيتم دعمهم بالمواد التموينية المدعمة سواء رز أو زيت بالتنسيق مع رؤساء الوحدات، وكل المنافذ جاري متابعتها من قبل رؤساء الوحدات ومن قبل التموين للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومنع طبعا احتكار السلع او استغلال السلع المدعمة من التجار. ايه الدعم اللي بتقدموه للتجار عشان يقدموا السعر كويس للمواطنين؟ طبعا زي ما ستك شايف بنوفر لهم اماكن مميزة، نعمل لهم فيها شوادر طبعا، وتواجدنا معاهم طول الوقت. برضو الإدارة العامة للتموين دعمهم تحديدا المنافذ بتاعتنا بالسلع التموينية اللي هي سواء أرز مثلا أو زيت أو سكر، بتبقى المنافذ بتاعتنا هي الأولى بالأسعار المدعمة بالمنتجات المدعمة، ده اللي احنا بنقدر نقدمه للمنافذ بتاعتنا. ربنا يوفقك طبعا بتوفير الأسعار ان شاء الله بامر الله، ربنا يجعلنا عند حسن ظن المواطنين. وطبعا كل ده بتوجيهات معالي اللواء ابراهيم ابو الامين محافظ المنوفيه، اللي هو يكون حريص جدا على وصول الدعم المستحقين وتوفير السلع الغذائيه لكافه المواطنين باسعار في متناول ايد المواطنين.